السلام عليكم. مثل ما تشوفون البيض صار عندي أكثر من 15 يوم، فمن نتجاوز ال 15 يوم يعني أنت لازم تدبر لو دجاجة كاركي لو ترقده بفاقسة، إذا أكو فاقسة تعرف أحد يمك يقدم فاقسة، طبعا بكل المناطق أكو فاقسات تروح تأجر يمهم البيضة ياخذ على الكتكوت 1000 دينار، بس بالنسبة لي أنا يعني عندي فاقسة، وهاي شوفوا الدجاج ولا وحدة كركت من عدهن، فراح اضطر اخلي البيض هذا اللي تشوفوه بالفاقسة، لان عبر ال 15 يوم هو ممكن تخليه 30 يوم، بس اني كل ما طالت المدة كل ما يضعف نقول التخصيب اللي موجود بالبيضة، كل ما طول الفترة فترة الخزن عندك، ولازم درجة الحرارة تكون بين ال 15 وال 25، ما تتجاوز ال 25 وما تنزل جو ال 15 على مود ما يتجمد البيض ويخرب. فاضطريت اشغل الفاقسه مالتي القديمه اللي ناشرها قبل بيها فيديوهات هواي، انا ناشر عنها عن هذا الموضوع مال الفاقسه، ممكن تشوفوهم بالقناه يعني بالفيديوهات بالاولى، بالقناه الاولى او بالقناه هاي اللي هسه راح انشر عليها. درجة الحرارة شغل الفاقسة، طبعا تعقيم قبل نظافة وتعقيم قبل لا تدخل البيض. الفاقسة هاي يشيل 2000 بيضة، بس راح اخلي بيها بس هذا البيض اللي عندي، واجمع وجبة ثانية ان شاء الله ادخلها، واحتمال بيض سمان همين احصل من الفيسبوك واخليه جواها. راح نطفيها لان صوتها مزعج مال المنبه. نخلي طبعا الفاقسات تنقسم قسمين اخوان، اللي تجي هيك صواني مثل البيتر سايم، الفاقسات الكبار دائما هيك نظامها قلاب، يعني الصينية كليتها هذا القلاب مالتها كلها الصينية تنقلب، واكو رولات هاي الفاقسات الصغيرة بيهن رولات همين يجي اثنينات انزينات، بس الفاقسة من تعبر 500 بيضة يكون هيك وضعها، 500 ألف هاي 2000، فالفاقسة هيك وضعها. طبعا محورها أنا اقتصادية، مسويها 9 أمبير ونص تقريبا، يعني على السحب تشتغل، والتحوير أهمي ناشر فيديو شلون نحور، إذا عندنا فاقسة كبيرة شلون نحورها ونخليها 9 أمبيرية أقل، يعني على السحب تشتغل مترهية. مو كل البيض نقدر نخليه بالفاقسة اخواني، هسه راح نطلع لكم البيض، والبيض اللي ما تصلح للتفقيس نطلعها نعزلها نستخدمها للأكل للمائدة فقط. درجة الحرارة بالفاقسة اخواني لازم تكون 37 و4 أعشار او 5 أعشار، يعني هي من تتراوح بين السبعة وثلاثين، يعني من تنزل من 37 لل 38 ماكو مشكلة، ما عندك مشكلة بهذا الشيء، يعني من نشوفها تنزل وتصعد بهاي الدرجة، الدرجة الوحدة ماكو مشكلة، بس من تنخفض عندك درجتين مشكلة، راح يتأخر عندك البيض، يعني بمكان 21 راح يوصل 22 23، يلا يفقس والكتكوت راح يطلع تعبان، او تزيد عن 27 او همين يطلع قبل وقت وهمين بمشاكل. فاخواني لازم نحافظ على درجة الحرارة، الرطوبة لازم تكون 55، اخر يومين مو مشكلة، يعني شوية زيتها للـ60. الفاقسة شلون تعرف انه درجة الحرارة؟ هسه هاي البيضة اخواني ما تدخل الفاقسة، لان اذا تشوفوها مرققة يعني معناتها القشرة جوا القشور مالتها تعبان، بس باقي البيض ممكن نرقده. نرجع لموضوعنا، درجة الرطوبة لازم تكون 55 درجة، هاي المفطورة، اي فطر صغير بالبيضة ما نخليه مهما يكون صغير ما تخليه بالفاقسة. وهذا البيض شوفوا، هذا البيض تبشيري، بيض التبشير يصير بيها شوية دم، معناتها هاي أول بيضة للدجاجة هم لا ترقدها، رقد من الثالث بيضة فوق ممكن ترقدها بدون مشاكل. فدرجة الرطوبة هاي أخوان وأريدكم تحسبون، يعني 7 ساعات تقريبا من تدخل البيض، من 7 إلى خلينا نقول نص نهار 12 ساعة، هذا ما ينحسب ضمن الوقت، هذا البيض لما ياخذ حرارة لحد ما يتكون الجنين
فهذا ما تحسبه، تحسبه ورا الست ساعات. ست ساعات يعني إذا اليوم دخلت الظهر أنا دخلته، هذا اليوم ما راح أحسبه، أحسب من باكر أول يوم، اليوم ما أحسبه. وتحسب 21 يوم إن شاء الله إذا حافظت على درجة الحرارة هاي 37.5 والرطوبة 55 المفروض تطلع لك. وأول يومين أخواني ما شغل القلاب، أول يومين ما شغل القلاب، ثاني يومين أو آخر يومين هم لا شغل القلاب، أو ثلاثة أيام الأخيرة لا شغل القلاب، خلي واقف بالوسط وتركه على مودي عندك البياض. إذا عندك وجبتين بالفاقسة حاول تغير مكان، يعني تنزل هذا، أكو مجال أنا عندي بالفاقسة جوا، نزل الصندوق لي جوا، مو شرط تخلي هاي الطبقة مال البيض جوا. هاي هم يعني البيضة مشوهة، إذا شوفوا إذا ما أدري مبينة عندكم لو لا، تصير البيضة شوية مشوهة بيها نتوءات وغيرها، هم لا ترقدها بالفاقسة ولا جوا الدجاجة لأن ما راح تطلع، نستخدمها للمائدة فقط. فإذا عندك وجبتين إخواني تنزل تعوف القلاب يشتغل وتنزل البيض اللاحق جوا بالفاقسة إذا عندك مجال بالفاقسة. أسعار هن هاي الفاقسات من خلينا نقول من 350 الفاقسات الصينية، هاي فاقسة صينية ما بيها اسم إخواني، التاجر اللي يجيب هيدك اسمه عليها، ولا هن كلهن نفس الشكل وموجودات بموقع علي بابا أو موجودات بهواي الأمازون همين أعتقد هم يبيعوهن بدون اسم، بس التاجر اللي يجيب هني يدق اسم عليهن، إن كلهن نفس النظام ونفس السيستم، بس يطلع عن تفقيس يعني أنصح بيهن وأرخص من الجومايكا ونسبة تفقيسهن ومحترمة جدا. فنعزل هذا الأسعار مالتهن إخواني، هم نرجع الأسعار نسيت الأسعار، من 350 بيضة تقريبا للألف سعر البيضة الوحدة، يعني من تكون عندك ألف يعني الفاقسة شيل ألف بيضة سعرها مليون، من يعبر الألف لا شوية يقل السعر بعد، يعني هاي الام المليونين هاي الألفين بيضة العفو سعرها تقريبا شوية فوق العشر ورقات أعتقد أخذتها هيك سعر، يعني مليون ونص تقريبا، خلينا نقول الألفين بيضة، الألف لا مليون سعرها حسب يعني بعد التحسب وين يبيعونه، يبيعونه عندنا ببغداد بالسنك هاي أسعار. هنا أكو شغل عمل يد يعني أعتقد شخص اسمه أسامة بالفيس مشهور حيل وشغله همية مرتب حيل، نفس النظام يشتغل نفس النظام الصينية، نفس هذا بالضبط نفس النظام ونفس الوضعية، هم من صاحبي يعني شغله شفته مرتب، انا ما ماخذ من عنده ولا اعلان هذا اله، بس شغله مرتب يعني ابو مصلحه وانتاج وطني وما بيها شيء. هاي بالنسبه للاسعار مالتهن، دائما اذا تريد تتاكد من درجه الحراره مال الفاقسه انهم مساوية، هسه انا خليت البيض مالتهن البيض قريب على المحرار اللي يقيس درجة الحرارة والرطوبة على مد بهذا هاي المسافة، هو راح ينطيني بالضبط درجة الحرارة، بس إذا أريد أتأكد إنه درجة الحرارة مساوية بكل الفاقسة فلازم أخلي محرار، أجيب محرار ثاني وأثبته بغير مكان، يعني بغير زاوية من من الحساس مال الفاقسة على مد أعرف إنه درجة الحرارة مساوية. هاي أهم فقرة، هاي واحدة. ثاني شيء دائما خلي بيض أقل من الاستيعاب مال الفاقسة، يعني إذا الفاقسة عندك يشيل 100 بيضة خلي 80 أو 75 وهكذا، يعني الفاقسة يشيل 2000 خلي بيها 1000 لا تخلي بيها أكثر، وربي يوفق الجميع. وآسف إخواني على الإطالة بالفيديو وأشكركم على التعليقات الإيجابية.